يستمر مشاهدينا الأعزاء بأشواط متتالية متتابعة خلال انطلاقة أشواط صباح هذا اليوم، حيث تعلن انطلاقة شوط جديد 17 الخاص بالأبكار. مقدمة الشوط زعفرانة حمد بن سالم بن راشد الكاسبي يأتي على مقدمة الشوط جمايل، في المركز الثاني العبيد بن نصيب السبوسي، بينما المركز الثالث تتواجد أيضا السائحة محمد بن خليفة بن حارب الخيالي يقدم انطلاقة هذا الاسم. ننتقل إلى المركز الرابع حيث تتواجد أيضا هناك بينة لتحتل المركز الرابع، عوض بن نصيب السبوسي يأتي بانطلاقة بينة بن أيضا ياعد يأتي في المركز الخامس لوجود هذه الأسماء المتقدمة التي تنطلق مع شعار محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. هذه هي الأسماء التي تظهر أمام حضراتكم خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والكبير. فبركة تتقدم وتأتي بدخولها السريع إلى المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق. هذه فبركة غيرت إلى المركز الأول، بدأت بدخولها إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، مبارك بن سالم بن راشد السعدي يأتي على المقدمة. المركز الثاني زعفرانة حمد بن سالم بن راشد الكاسبي يقدم انطلاقة هذا الاسم، كذلك أيضا الخيالي يأتي بالسائح محمد بن خليفة بن حارب الخيالي، أيضا وصل بالقمدة مع انطلاقة أريام صالح بن يابر بن صالح بالقمدة العامري يقدم انطلاقة أريام. تدخلت أيضا زعفرانة حمد بن سالم بن راشد الكاسبي، وصلت أيضا من الجانب الآخر أوزان عبد الله بن سالم بن راشد بن خصيف المزروعي يقدم أيضا هذا الاسم في هذا الانطلاق. هذه هي الأسماء المتقدمة الحاضرة في أرضية هذا الميدان المتواجدة على المراكز الأولى بقيادة أيضا فبركة السعدي. مبارك بن سالم بن راشد السعدي يأتي بوجود فبركة المتقدمة على الصدارة والمعلنة أيضا بوجودها على المركز الأول خلال هذا الانطلاق والتحدي الرائع والكبير. بينما بالقمدة في المركز الثاني، المركز الثاني زعفرانة السعدي تقدمت أيضا بشعار بن خصيف مع أوزان عبد الله بن سالم بن خصيف المزروعي، تدخلت في هذه اللحظات الدانة عزير بن محمد بن عزير الحميري وشعار المهيري، شعار المهيري مع أيضا وجود الدانة سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، الدانة والدانة وبالقمدة مع المقدمة وصول خطير من بشاير السيل بن حمدان بن سالم الدرعي يأتي أيضا مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هذا أيضا يتقدم بالسالومي متقدما في هذا الانطلاق، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى شعار الدرعي، إلى شعار الدرعي على المقدمة بن دهي المنصوري وبن عزير، والقادمة الحاكمة كردوس بن محمد بن سالم العامري يأتي مع وجود الحاكمة التي تدخلت، والعودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى شعار أيضا سهيل بالسالومي الدرعي الإعلامي يتقدم على الصدارة، يتقدم بوجود انطلاقة بشاير 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 على المقدمة، بينما الحاكمة بشاير بشاير ما زالت تقود الشوط، ما زالت تنطلق بالمركز الأول لتأتي أيضا على المقدمة. سيل بن حمدان بن سالم الدرعي يأتي الإعلامي ليقدم أيضا بشاير في هذا الانطلاق. المركز الثاني شديد أهل مقبل بن حميد بن بخيت المنصوري، المركز الثالث أيضا مع بن كردوس كانت أيضا هي الحاكم كردوس بن محمد بن سالم العامري، المركز الرابع بالقمدة، والمركز الخامس كان الدخول سريع، التوقيت الزمني 4 دقائق 32 ثانية.